أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ مقالا بعنوان في احتجاجات تشرين: الشعب كصانع للتاريخ وأحداثه. أدى المحتجون العراقيون في تشرين الأول عام 2019 وما بعدها دور البطل الصانع للأحداث، ولعل هذه الاحتجاجات غير المسبوقة بتاريخ العراق هي أنموذج للتاريخ الشعبي العراقي، إذ خاض العراقيون نضالا قاسيا تراوح بين السلمية والدموية لخلق بداية لتاريخ بلدهم السياسي والاجتماعي والثقافي. ويضيف الكاتب: كان هذا التسطير بداية لتاريخ عراقي جديد تمثل البطل فيه في الشعب وفي قواه الفاعلة، متجاوزا التقليديات المعروفة في هذا الجانب بأداء الحاكم أو الطبقات الاجتماعية المتنفذة في صناعة الأحداث وتغيير مسارات التاريخ في عملية إثبات واقعية لقدرات الشعب في التعبير عن إرادته وعدم الإذعان لإرادة الهيمنة المتعددة الفواعل والمتنوعة الأساليب. نتابع. يمكن القول بأن اللحظات الاحتجاجية الحاسمة أثبتت إمكانية أن يجسد الشعب كونه مصدراً للسلطات واقعاً وليس بالصياغات الدستورية الإنشائية. إذا كانت الأوليغارشيا وحلفاؤها الماضويون قد تمكنوا من الالتفاف على الإرادة الشعبية وإيقافها بفضل عوامل القهر والبطش والحراب البوليسية والدعايات المضللة، فإن ذلك لا يشكل نهاية لفاعلية الشعب بصنع التاريخ، بل إن نار الاحتجاج باقية مستترة تحت الرماد إلى حين، ما دامت هذه السلطة متمسكة بنهجها العتيق وخطابها المقزز ودوامها على الاستئثار بالثروة والنفوذ، فضلاً عن علاقاتها التبعية الخارجية التي أخذت تثير حساسية وغضباً شعبياً كونها ماسة بشكل عنيف بالكرامة الوطنية، الأمر الذي يرفضه الوطنيون. لقد رصنا هذا التاريخ الشعبي المخضب بدماء المئات من الشبان لحمة الوطنية التاريخية، وصاغ خطاباً عراقياً جديداً مناهضاً للسلطات الأبوية ومعارف المدرسة القديمة الإخضاعية، وراح يستقي معارفه التي تشكل رؤيته للحياة ولبلده ولمستقبله ولعلاقة بلاده بالعالم، وإلى التداخل بين الهويات بعقلية جديدة من مصادر حديثة. ونبقى مع الذاكرة أو الذكرى الرابعة عفواً لثورة تشرين، ونقرأ مقالاً للكاتب مرتضى صالح نشره موقع ألترا عراق: قبل أن تندلع انتفاضة تشرين في العراق كان البلد يمر بفترة طويلة من الفساد والفوضى السياسية. كان الفساد ينخر مفاصل المؤسسات مما أثر بشكل سلبي على الخدمات العامة واقتصاد البلد. كان الناس يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة معدلات البطالة ونقص الفرص الاقتصادية. وإلى جانب الفساد كان التمييز الطائفي يلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق. كانت هناك توجيهات وتفضيلات تستند إلى الانتماء الطائفي والميليشياوي مما أثر على توزيع السلطة والموارد. كان هذا التمييز يثير غضبا وانزعاجا بين الشعب العراقي، حيث يراه الكثيرون عائقا أمام تحقيق العدالة والمساواة. ويضيف الكاتب: شكلت انتفاضة تشرين في العراق مصدر إلهام للشباب في مسار التغيير، وما زالت مستمرة حتى تحقق أهدافها. نتابع. حاولت الحكومة مراراً وتكراراً استيعاب مطالب المنتفضين، ولكن بشكل متقطع وغير حقيقي. تقديم الإصلاحات والتعديلات السياسية كان محاولة لاستعادة الهدوء، ولكن هذه المحاولات لم تكن كافية لتلبية تطلعات الشعب. لم يجر استقبال هذه المحاولات بأي شكل من الأشكال من قبل الجماهير، حيث طالب الكثيرون بإصلاحات أكبر وتغيير جذري داخل النظام السياسي. ولعل انتفاضة تشرين لم تكن محصورة في حدود العراق فقط، بل كان لها تأثيرها الواسع بمسار الأحداث السياسية، خاصة من ناحية العلاقة مع إيران ومراجعة ما يحدث.
وكانت أيضاً تجسد التحديات والفرص التي تتلاقى في الشرق الأوسط، وكيف يمكن أن تكون مفتاحاً لفهم التطورات المتعلقة بمطالب الشعوب. انتفاضة تشرين تذكرنا دائماً بأن الصمود والإصرار يمكن أن يحقق التغيير، وأن التحديات لا تمنعنا من السعي نحو مستقبل أفضل. يجب أن تظل هذه الانتفاضة مصدر إلهام للعراقيين ولشباب المنطقة العربية، ودرساً يشجعنا على العمل من أجل بلداننا أكثر عدالة واستقراراً. إلى مقال آخر في صحيفة الكتابات بعنوان الناس تتلظى والعجاية تستعرض العجيب، أن رؤساء هذه العصابات التي شرعنت نفسها بعباءة أجهزة الدولة ومؤسساتها يتجولون في المدن والقرى بأرتال من أحدث السيارات وبعشرات من عناصر الحماية، مرتدين أزياء تشبه أزياء رعاة البقر في أمريكا. لقد تحولوا بين ليلة وضحاها إلى إقطاعيات مالية ضخمة تساندهم أذرع تنفيذية وقضائية، بل ونجحوا من خلال تلك الأموال في صناعة أحزاب كرتونية امتدت إلى كراسي البرلمان. وهذا ما اتضح في كوارث عديدة حصلت خلال السنوات الماضية بسبب حمايتهم للفساد المستشري في مفاصل الدولة، وآخرها كارثة قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية إلى الشرق من مدينة الموصل للغالبية المسيحية، والتي راح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى تورط العديد من زعماء تلك المافيات والميليشيات بشكل أو بآخر في تلك الكوارث، بحمايتهم لأصحاب تلك المشاريع لأغراض انتخابية أو سياسية عدوانية. نتابع. لقد كشفت كارثة احتراق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية إلى الشرق من الموصل عاصمة محافظة نينوى حقيقة أن الدولة لا يمكن أن تأخذ مجراها وقوتها وديمومتها بوجود مجموعات مسلحة وميليشيات مهيمنة على مفاصل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأثبتت تلك المأساة التي راح ضحيتها مئات الأطفال والنساء والشيوخ في أول كارثة من نوعها بعد جريمة ملجأ العامرية في العاصمة العراقية إبان حرب الخليج الثانية، بأنه حان الوقت لفتح ملفات هذه المجاميع والفصائل المسلحة وما تحتويه من تنظيمات ومافيات وزعامات تخفي وراء وجودها فضائح تزكم الأنوف، وهي تستعرض عضلاتها بين الأهالي وتتدخل في الصغيرة والكبيرة في شؤون الدولة، بما يعيق ديمومتها ويشيع الفوضى والفلتان على حساب هيبة الدولة ومكانتها. وهذا ما يحصل اليوم من البصرة وحتى الموصل، وغرباً من ربيعة وسنجار وحتى عرعر على الحدود السعودية، حيث تنتشر مافيات مسلحة وزعامات ميليشياوية بتجهيزات عسكرية وإمكانيات لا تمتلكها الدولة، تشيع الرعب والإرهاب بين الأهالي وفي تلك المراكز لتفرض هيمنتها على الصناديق الخاصة بالأموال والضرائب والدخول والخروج وابتزاز الأموال. نقل تقرير صحفي عن خبيرة في الشؤون الدولية قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستسلم ولن يقدم أي تنازلات في حربه بأوكرانيا، وذلك بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، مما يشير إلى أنها تستعد لاستمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات عدة. وقالت نينا خروتشيفا أستاذة الشؤون الدولية بجامعة The New School في مدينة نيويورك، قالت في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية إن الرئيس الروسي ينتظر انتهاء أو تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه سيفعل أو سيفعل أي شيء لتحقيق النصر في حربه. بوتين لن يستسلم ولن يتراجع ولن يتردد فيما يفعله ولن يقدم أي تنازلات، سينتظر تراجع الغرب ولكنه لن يتراجع أبداً. جاء ذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي نشرته إن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، مما يشير إلى أنها تستعد لاستمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات عدة. وأفاد التحديث الاستخباراتي بأن وثائق يبدو أنها تسربت من وزارة المالية الروسية تشير إلى أنه من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الروسي
إلى نحو 30% من إجمالي الإنفاق العام في عام 2024. وجاء في التحديث المنشور على منصة إكس أن وزارة تقترح أن يبلغ حجم ميزانية الدفاع 10.8 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة بنسبة 68% عن عام 2023. يأتي ذلك بعد التصريحات العامة التي أدلى بها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في 27 من سبتمبر أيلول الماضي، التي تشير إلى أنه مستعد لاستمرار الصراع حتى عام 2025. اعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الممر التجاري الجديد الذي أعلن عنه على هامش قمة مجموعة دول العشرين في العاصمة الهندية سيشكل أساساً للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة والشهر الماضي. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الإعلان عن الممر الذي عرف باسمه لاحقاً المشروع الاقتصادي العابر للقارات بأنه تاريخي، حيث من المخطط له أن يضم استثمارات في السفن والسكك الحديدية ويربط الهند بأنحاء أوروبا عبر الإمارات والسعودية والأردن والاحتلال الإسرائيلي، إذ يرى خبراء أن ممر بايدن أو الممر الهندي الأوروبي يأتي في إطار التحدي الأمريكي لنفوذ الصين صاحبة مبادرة الحزام والطريق التي يصادف هذا العام مرور عقد من الزمن على انطلاقها. نتابع. كثيرون ينظرون إلى مشروع الممر على أنه رد أمريكي على مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو مشروع عالمي لبناء بنية تحتية تربط الصين بجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وروسيا وأوروبا. ورأى رئيس تحرير مجلة فورين بوليسي رافي أغروال أن المشروع على الرغم من أنه مفيد للمنطقة، فإنه ينبئ بالسياسة الخارجية الأمريكية التي تشمل ببساطة أي شيء من شأنه تعزيز المصالح الأمريكية في مواجهة الصين. ومن جهته ذكر مؤلف كتاب الترابط الجغرافي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستفيد من الناحية المادية من مشاركتها في المشروع الذي أعلنت عنه في العاصمة الهندية نيودلهي مطلع أيلول سبتمبر الماضي، في إشارة إلى أن المشاركة الأمريكية ضمن المشروع الهندي الأوروبي تأتي في إطار سعي واشنطن للحد من نفوذ بكين على الساحة العالمية. وعن إمكانية مقارنة الممر الهندي بمبادرة الحزام والطريق الصينية، أشار التقرير إلى أن الطموحات الكبرى للمشروع تضاءلت بشكل كبير، حيث تباطأ الإقراض للمشاريع مع تباطؤ الاقتصاد في الصين. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتورية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
حبة بندورة وخبز تكفيني، كلمات تدل على الرضا بما قسم الله. بدأت بها الأردنية ليلى سويلم حديثها مختزلة بها كل المعاني عن القناعة وعزة النفس. سويلم 53 عاما، مثال حي على أن الإنسان لا يحتاج في هذه الدنيا سوى كفايته، فمهما كان ما يملكه لن يأكل سوى حاجته. وعلى الرغم من ظروفها المعيشية الصعبة إلا أنها تأبى مد يديها لأحد، فقررت أن تعيل نفسها بخبز الشراك الصاج عبر مشروع متنقل بات يعرف بشراكي لدعم ذاتي في مدينة السلط 30 كيلومترا غربي العاصمة الأردنية. في الفترة الراهنة من السنة تختار مئات من طائر النحام الوردي المهاجر منطقة سبخة السجوم غربية العاصمة تونس ملاذا لها. وهذه السبخة هي رابع أهم منطقة رطبة في شمالي إفريقيا من حيث التنوع البيولوجي الذي يميزها وكذلك مساهمتها في التوازن البيئي للبلاد. والسبخة مسجلة في قائمة المناطق ذات الأهمية العالمية وفقا لاتفاقية رامسار، وهي مناطق عامة للتنوع البيولوجي مخصصة للحفاظ على الطيور، وسنويا تستقبل سبخة سيجومي آلافا من الطيور، فتجد فيها إلى جانب النحام الوردي كل من البط وطائر الغرة السوداء والنورس واللقلق. الآن مشاهدينا الكرام نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. وإلى صدى أقلام من جديد في أمان الله.